طب دكتور، يعني تحدثت قبل قليل وقلت انه يعني لمعرفة المشكلة بالضبط يجب ان نعيدها الى مسبباتها، شو صحيح. هي الاسباب الشائعة؟ هلا في عنا اسباب خارجيه مثل الحوادث، اسباب رضيه على المفصل خارجيه، في عنا اسباب التهابيه متعلقه بالمفصل، التهاب بالمفصل مثل ما حكيناها، في حالات متقدمه عم بتكون في شيء بنسميه الفصال العظمي، يعني بوصل لمرحله انه الغضروف اللي بالمفصل بيتاكل فبصير العظم يحتك على العظم، هي ما بنكتشفها غير بالاشعه لانه بكل مراحلها الاولى غير مؤلمه. هلا من الاسباب المباشره عنا داخل الفم واكثر شيء شائع عم نشوفه هو سوء الاطباق، يعني شو سوء الاطباق؟ حركه الاسنان على بعضها، في صفه معينه لازم تتحرك فيها الاسنان على بعض، في عندي اقواس بالاسنان تسميه قوس سبي او قوس مانسون، فالاسنان لازم تتحرك بحركه منسجمه. نعم. الخلل بحركه الاسنان عم بيسبب لي ضغوط زياده باحد الاماكن بيضغط لي على الفك. المريض اللي عنده فقد بالاسنان وما ركب بداله، هذا عم يعمل لي انه الاسنان المجاوره عم بتميل والسن المقابل عم ينزل لتحت، فعلى المدى البعيد عم يعمل لي خلل بالاطباق ومشكله بالفك. الاشخاص اللي عندهم عاده الكز على الاسنان او صرير الاسنان، شد العضلات، عم تعمل لي هي المشاكل. فكل هي الاسباب، اي مشكله لها علاقه بالجهاز الماضغ اللي هو سواء الفك او العضلات او الاسنان، اي خلل بهالمكونات حيعمل لي خلل بمستوى المفصل.